أسرار النجاح في الصباح. الناجحون يستيقظون مبكراً وليس أكثر من الخامسة صباحاً، لأنهم يعرفون كيف يعمل دماغهم ويستفيدون من الموجات الدماغية والكيميائية التي ينتجها الدماغ. وعندما تستيقظ في وقت مبكر من الصباح، يكون عقلك الباطن نشيطاً ويخلصك من الكآبة والارتباك، ويشعرك بالسعادة والراحة والطمأنينة والسلام الداخلي، كما أنه يتيح فرصة التفكير الإبداعي والابتكار. كما أن في الاستيقاظ مبكرا بركة، لقول رسولنا الحبيب: بورك لأمتي في بكورها. أعطيك الآن توجيهات هامة لتقديم فرصة الاستيقاظ مبكرا. أولا، عندما تستيقظ مبكرا يكون العقل في أنشط أوقاته، وكما أن العقل الباطن هو مصدر للإبداع ويكون قادرا على امتصاص المعلومات بشكل أسرع مثل الإسفنج. ثانيا، أحسن استغلال أول 10 دقائق بعد استيقاظك، فهي التي سوف تؤثر عليك وتضبط الإيقاع الباقي من يومك. ثالثا، في الساعة الأولى من الصباح لا يقوم الناجحون في تصفح هاتفهم المحمول ولا يتفقدون رسائل بريدهم الإلكتروني، إنهم يختارون بدء يومهم بإيجابية لمنحهم شعورا رائعا خلال يومهم. رابعا، كما أن الاستيقاظ مبكرا يعزز ويحسن من مدى ومستويات تركيزك خلال اليوم، مما يعني ذلك أنه يمكنك التركيز بشكل أفضل ويحسن جودة إنجازك للأمور لتصبح في أعلى مستويات الكفاءة. خامسا، الاستيقاظ في الساعات المبكرة من الصباح لا يحسن صحتك العقلية فقط، بل يعمل على تحسين صحتك العاطفية والجسدية، ويساعدك أيضا في السيطرة على نفسك. سادسا، يفضل الناجحون الذهاب إلى السرير في الوقت المبكر، لأن الدراسات أثبتت أن النوم في الساعة 10 أو 11 مساء هو الوقت الذي يساعدك في الحصول على نوم عميق ويمنح خلايا عقلك التجدد والراحة. إذا كنت من الأشخاص الذين يسهرون، فإننا ننصحك بتعديل ساعات نومك للحصول على نوم أكثر صحة. أضبط ساعة الجسم البيولوجية من خلال تحديد ساعات النوم والاستيقاظ المنتظم والمداومة عليها حتى في أيام العطلات الأسبوعية. ممارسة بعض التمارين التي تساعد على الاسترخاء. أبعد الأجهزة الإلكترونية عن موضع نومك. اعتني بطعامك ومشروباتك، ولا تشرب الكافيين بعد الساعة 7 مساء. يقول روبن شارما في كتابه نادي 5 صباحا: الفوز يكون في البدايات، وساعات اليوم الأولى هي التي تنتج الناجحين.